إنه وقت الرياضة في رؤية الأردنية، إنه تايم أوت. مرحبا لكم. نبدأ مع الأخبار النشمية، حيث حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم فوزا عريضا على منتخب سيراليون بأربعة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جرت على استاد عمان الدولي ضمن استعدادات المنتخب لمواجهة المنتخب العراقي في افتتاح مباريات الدور الحاسم لتصفية كأس العالم. وسجل أهداف منتخبنا الوطني شادي أبو هشهش وحمزة الدردور وخليل بن عطية ومدافع سيراليون بالخطأ في مرمى. وظهر منتخب سيراليون بشكل ضعيف وهش، حيث لم يعاني لاعبو المنتخب من صعوبة في المواجهة. وخرج عامر شفيع من المباراة مصابا بعد احتكاكه مع لاعب من سيراليون وأصيب بضربة في الخد واليد، خرج على أثرها من اللقاء. طبعا كاميرا رؤية كعادتها تواجدت مع زميل يوسف البستنجي في أجواء المباراة وعادت بردود الأفعال التالية. أول شيء الحمد لله، يعني تجربة كثير مفيدة كانت للاعبين، والكابتن عدنان يعني جرب خيارات كثيرة وأكثر من تكتيك يعني في الملعب. الحمد لله يعني قدرنا أنه نجتاز منتخب سيراليون. منتخب سيراليون فريق قوي، ما كانوا هم يعني السيئين، إحنا كنا الأفضل الحمد لله، عشان هيك حققنا نتيجة كبيرة. بنقول مبروك للنشامة وإن شاء الله نوعدهم 3-6 إن شاء الله بأداء جيد وبنتيجة جيدة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، يعني توفقنا في مباراة اليوم، كانت نتيجة وأداء الحمد لله كويسة. يعني فريق قوي، فريق إفريقي، يعني بصراحة يعني كانوا قويين كثير في الملعب، وإحنا الحمد لله يعني لعبنا حذرين شوي لكن بقوة كونه عندنا مباراة قريبة. كانت بروفة نهائية، يعني هي نفسيا كثير كويسة إنه مهمة، وفنيا الحمد لله طلعنا بنتيجة المباراة، هذا أهم شيء. وإن شاء الله بنوعد جمهورنا نفرحهم مباراتنا مع العراق إن شاء الله. طبعا فوز كثير كويس قبل مباراة العراق، وطبعا استعدادنا كثير كويس، هسه مستعد لمباراة العراق وان شاء الله اللي جاي احسن يا رب. مباراه بقول الحمد لله على الفوز، الكابتن عدنان يعني اخذ اللي بده اياه من المباراه، ويعني تقريبا يعني تقول 70% ثبت على التشكيله، وان شاء الله انه في عندنا مباراه مع العراق، ان شاء الله انه نضلنا بالمعنويه هاي وبالحافز هذا، وان شاء الله الله بكرمنا ونفوز اول مباراه ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الله كرمنا الفوز. هاي مباراه سعوديه مباراه العراق، وان شاء الله هي هدفنا الوحيد مباراه العراق، وان شاء الله نقدر نجيب 3 نقاط ان شاء الله. الحمد لله يعني اليوم كانت نتيجه ايجابيه بالاربعه، وهي ثقه كبيره للاعبين المنتخب، وان شاء الله يعني بتمنى ان شاء الله بال يعني في التمارين القادمه ان شاء الله صار انسجام اكثر، ومباريات هاي يعني صار انسجام اكثر واكثر في بين لاعبين المنتخب. ان شاء الله يعني نتمنى التوفيق للنشامه، اتمنى وقف جماهيرنا معنا ان شاء الله. الله يعطيهم العافيه الشباب، مبروكين على الفوز. لكن احنا كان هدفنا بصراحه انه يعني نصل الفريق بجاهزيه كامله مباراتنا مع العراق. بصراحه الفريق سيراليون فريق قوي، وان شاء الله انه يعني يكون يعني نموذج، يعني يكون قريب من منافستنا مع العراق، والفريق العراقي بتعرف فريق قوي وبيمتاز بالسرعه، والفريق اللي لعبنا اليوم فريق قوي وممتاز بالسرعه. أكد سمو الأمير علي ابن الحسين نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والمسؤول الرئيسي عن دعم حملة السماح للاعبات المحجبات باللعب وهن يرتدين الحجاب أن الدليل الذي قدمه الخبراء الطبيون التابعون للفيفا بشأن ضرورة بقاء الحظر على ارتداء لاعبات كرة القدم المسلمات للحجاب كما هو غير صحيح وليس له أساس من الصحة. وأضاف الأمير علي الذي كان عرضه للموضوع أمام المجلس الدولي لكرة القدم وهو الجهة المسؤولة عن سن القوانين الخاصة باللعبة قبل 6 أسابيع أدى للموافقة على السماح بمشاركة اللاعبات المحجبات مع تعليق تنفيذ القرار انتظارا لفحوصات الصحة والسلامة، أنه شعر بالصدمة والانزعاج بسبب الدليل الذي قدم يوم الخميس الماضي. وقال سموه للصحفيين: لو كانت هذه حقيقة لتقبلتها، إلا أنني أعتقد أنها لا تستند إلى أساس.
عقدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة تصفية غرب آسيا لكرة السلة صباح اليوم اجتماعها الأول تحضيرا للبطولة التي تقام في عمان خلال الفترة من 11 إلى 15 من الشهر المقبل بمشاركة 6 منتخبات وهي اليمن، إيران، فلسطين، سوريا، لبنان إلى جانب الأردن، فيما اعتذر المنتخب العراقي عن خوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا. ومن جهة أخرى بدأ أمس المنتخب معسكره في تركيا حيث يضم الوفد اللاعبين سام دجلس وزيد عباس وموسى العوضي وخلدون أبو رقية ومحمد شاهر ومحمود عبدين وأنفر شوابسوقة وعبد الله أبو قورة وفارس سقف الحيط وأحمد لدويري، علي جمال وفضل النجار وأحمد الحمارشة وعيسى كامل وسنان عيد. ويفتتح منتخبنا مبارياته في البطولة بلقاء فلسطين. بشكل عام حقيقة يستضيف الأردن تصفيات غرب آسيا من 11 إلى 15 الشهر القادم وبمشاركة 6 فرق من ضمنها الفريق الأردني وهي إيران ولبنان وسوريا واليمن وفلسطين بالإضافة إلى الفريق الأردني. نتمنى أن تكون تقدم الفرق مستويات مرتفعة تعكس صورة كرة السلة اللي وصلت إليها الآسيوية ونتمنى لمنتخبنا التوفيق. منتخبنا إن شاء الله يعني وضعه مطمئن، لاعبين في الآن في معسكر في تركيا 15 لاعب، بعد عودتهم سيتم اختيار 12 لاعب للمشاركة في البطولة حسب ما ينسبه الجهاز الفني. نتمنى أنه يحقق المنتخب الفائدة القصوى من هذا المعسكر وزيادة التجانس والتآلف بين اللاعبين حتى يقدموا مستوى، مع التأكيد أو يعني الحديث بما أنه منتخبنا يمر في مرحلة إحلال وتبديل، ولكن يجب أن نقف خلف المنتخب وخلف هؤلاء اللاعبين اللي سيمثلوا الأردن في السنوات القادمة. اختتمت منافسات رالي اكتشف الأردن في نسخته الأولى في المدينة الوردية البتراء. الرالي الذي نظمته شركة آي سبورتس بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار ونادي السيارات الملكي وبحضور دائم لقناة رؤيا كراع إعلامي لكل الأحداث الرياضية. وشهد الرالي إشادة من قبل كافة المشاركين حيث أكدوا على ضرورة إقامته بشكل سنوي. واستطاع أن تسابق زيد مسنات وملاحه مازن هاكوز من الفوز بأول لقب لرالي اكتشف الأردن، وحلت المركز الثاني سيارة قناة رؤية بقيادة باسم الطرزي وملاحها أيمن عطار، وجاء في المركز الثالث أحمد الداود وملاحه فراس ذياب. وسادت مراحل الرالي أجواء تنافسية بين المتسابقين كافة، واستمتع معظمهم بجمال الطبيعة الخلابة من خلال المناطق التي اختارتها اللجنة المنظمة للرالي في شتى أرجاء المملكة، وجذب سحر الأماكن الخلابة والأثرية اهتمام معظم المشاركين في الرالي الذين كانوا قد انطلقوا يوم الخميس الماضي. وصل السلط مطاردته للأهلي بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط إثر تغلبه على عمان ب 37 هدفا ل 32. المباراة جرت في قاعة قصر الرياضة في ختام مباريات الأسبوع الخامس من دوري كرة اليد. وفي المباراة التي سبقتها في ذات القاعة سجل الفجر أول فوز له على حساب أم جوزة ب 28 ل 21. صور أرشيفية. تطوي اليوم في قاعة قصر الرياضة في مدينة الحسين للشباب مرحلة الإياب من دوري الكرة الطائرة لأندية الدرجة الممتازة آخر صفحاتها بإقامة مباراتان، الأولى يتلاقى فيها البقعة والكرمل في السباق على اللقب الذي انحصر بينهما، وتجمع المباراة الثانية فريق شباب الحسين مع نظيره الوحدات. وحسب نظام الدوري هناك مرحلة جديدة للمنافسة على اللقب هي مرحلة المربع الذهبي الذي تجري مبارياتها بطريقة الدوري الكامل ذهاب وإياب، وتحمل الفرق المتأهلة إليها نقاطها من مبارياتها في مرحلتي الذهاب والإياب للدوري الأول.
تحتضن ملاعب الأميرة آية بنت الفيصل خلال الفترة ما بين 10 إلى 15 من تموز يوليو المقبل فعاليات البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية، حيث تلقى اتحاد اللعبة موافقة اللجنة الأولمبية على تنظيم البطولة. وباشر اتحاد الطائرة تحضيراته للبطولة من خلال البحث عن داعم رئيسي، وفي مقدمتها منتخب عمان الفائز بالبطولة العربية السابقة، كما ظفرت بلقب دورة الألعاب الشاطئية. وتشارك أيضا منتخبات سوريا، لبنان، فلسطين، السعودية والكويت والإمارات ومصر. إلى ذلك قرر الجهاز الفني دعوة المنتخبات الوطنية للعبة من أجل مباشرة تدريباتها، حيث يضم المنتخب الأول محمد دقماق ومحمد أبو كويك والمنتخب الثاني جميل أبو الرب وشريف عبد الله، ويضم المنتخب الأول للسيدات نانسي عياش وشيرين ثلجي. إلى هنا تايم أوت، تابعوا كل التفاصيل الرياضية عبر صفحتنا على الفيسبوك رؤيا سبورت أو راسلونا على الإيميل الذي يتزحلق أمامكم دائما. بداية أسبوع رشيقة ومليئة بالإثارة والأكشن أتمناها لكم، إلى موعد.